خلينا نروح لكابتن انيس بوجلبان، واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار الحقيقه، اللي كان متواجد في فترات مهمه جدا مع النادي الاهلي. كابتن انيس، مساء الفل. مساء الورد والياسمين. كابتن اسلام، تحياتي ليك وتحياتي لكل الكابتن محمد يوسف، وتحياتي طبعا للمشاهدي قناه النادي الاهلي. طبعا اهلا بيك يا انيس. حبيبي يا انيس، ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ وحشنا جدا. اولا الحمد لله، الحمد لله يا اسلام. والله انا وانا كمان والله وحشني جدا، وسعيد جدا ان نكون متواجد معاك طبعا في قناه النادي الاهلي. تحياتي مره اخرى للكابتن محمد يوسف، تحياتي حبيبي انيس. انت كنت لعيب وسط ملعب جامد جدا، حبيبي وليك مباريات وصولات وجولات مع النادي الاهلي. يعني لا، انيس يعني الجون الوحيد اللي انا جبته هو اللي عامله لي في النادي الاهلي يعني الجون الوحيد في ماتش المصري. فاكر يا انيس ماتش المصري؟ هو فاكر والله، لسه فاكر. رقص باليمين ورجعها لي، حطيتها ببطن رجلي في الجون فاضي يعني. انيس كان لاعب مميز جدا، ووكيل هايل ودرب كمان. يعني ما شاء الله انا مبسوط منه، لانه عنده مواهب متعدده في كذا مجال. فمن من الناس اللي يعني محترمه جدا والمقدرين، والجمهور هنا في مصر بيحبك جدا جدا جدا. يعني جمهور الاهلي بيحب انيس جدا 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 يعني. الله يخليك ليا والله كابتن، متشكر جدا طبعا على الكلمات هذه. طبعا كابتن يعني تلاقي انت حبيبي واخويا، ربنا يخليك. فترات كنت موجود جنبي كابتن محمد يوسف، طبعا بطل فريقي مع النادي الاهلي والكل. حبيبي فاكره يعني الانجاز الكبير. ومره اخرى نقول انا سعيد جدا كل مره نكون موجود في قناه النادي الاهلي، لاني صحيح انه ما قعدتش كثير في النادي الاهلي، لكن اعتبر نفسي واحد منكم، وهذا شعور اي حد يدخل النادي الاهلي يحس به. يعني هو شفنا حتى بالاجيال، الاجيال يعني ورا بعض، واي حد حتى بيتا خارج النادي الاهلي اول ما يلبس تيشيرت النادي الاهلي يولي من غير ما يشعر يدخل للبيت، وهذه ممكن ميزه من الميزات الكبيره في النادي الاهلي. انيس، امبارح كان في مباراه منتخب تونس ومنتخب مصر، واستطاع المنتخب التونسي ان يفوز على المنتخب المصري بثلاثيه مقابل هدف. يعني شفت المباراه دي ازاي؟ واعتقد انها مباراه وديه ولكن بصبغه رسميه. بالضبط، يعني نتصور ان مباراه خاصه من جانب التونسي، منتخبنا خذا مباراه بجديه كبيره، خاصه في اول 20 دقيقه 2-0. منتخب تونس للامانه البارح سعدنا جدا بالاداء، حسينا انه منتخب يعني يجب بالوجه اللي ضر به البارح يكون منافس جدي على كاس افريقيا الجايه ان شاء الله في كوت ديفوار. منتخب التونسي اللي يميزه انه بصراحه يعني اكثر من 70-80% من اللاعبين ينشطوا برا تونس ومحترفين في اوروبا، خاصه نص الملعب شفنا هيدوني وصخير يعطين توازن كبير للمنتخب، اضافه للطالبي اللي يلعب في الدوري الفرنسي في الدفاع. يعني صحيح انه منتخبنا ظهر بوجه طيب جدا، اعطانا نوعا ما من الطمانينه على مستقبل المنتخب. في المقابل نتصور ان الغيابات الكبيره اللي كانت في منتخب مصر اثرت على الفريق، خاصه لاعبين النادي الاهلي اللي يعتبروا هم القوام الاساسي للمنتخب. المنتخب المصري ما كانش في نهار كبير، كان مهزوز خاصة دفاعيا، وسهل مهمتنا يعني كمنتخب تونس. علي معلول ودوره الكبير الحقيقة مع المنتخب التونسي امبارح، واحد من نجوم الفرقة، يعني لعب لغاية الدقيقة 60 وبعد كده طلعه علشان المباريات الأخرى، ولكن علي معلول ودوره الدائم الحقيقة مع المنتخب التونسي أو مع النادي الأهلي الحقيقة. علي معلول يعني قيمة ثابتة، يعني ما عادش بنتكلموا على قيمة علي معلول، لأنه تعدينا عليه كادر من الكوادر الكبار في منتخب تونس وفي النادي للاهلي. بصراحه في النادي الاهلي يعني نجم نصنفوه حتى يعني من اساطير النادي، يعني حقيقي اللي عملوا عليه في الاهلي حاجه كبيره جدا. في المنتخب كيف ولو انه يعني ممكن هنا في تونس يلوموا عليه شويه انه اداؤه في المنتخب في النادي الاهلي احسن بكثير من اداؤه في المنتخب. امور اخرى اكيد انه توظيف اللاعب، لكن يقديم علي معلول قيمه ثابته، والناس كل نعترفوا، والناس كل بالارقام وباللاعب وبالاخلاق الكبيره
تعترف انه واحد من احسن الاظهره الشمال اللي جو في تاريخ كره القدم التونسيه. صحيح، والمصريه كمان خلي بالك يعني علي واحد لانه هاي يعني 7 سنين أو 8 سنين من التالق الواضح الدائم والدائم الحقيقه كابتن يوسف برضو مع النادي الاهلي. انيس عندنا مباراه يوم الجمعه القادم مع نادي اتحاد العاصمه كاس السوبر الافريقي. معرفتك باتحاد العاصمه ومعرفتك بالنادي الاهلي، رايك في هذه المباراه؟ اكيد مباراه مهمه يعني اسلام، مباراه مهمه، مباراه ممكن الفرق انه الدوري الجزائري بدا يعني عندهم نطاق مباريات اكثر ممكن من النادي الاهلي، لكن اتحاد العاصمه شفتوا الموسم الفرق تمت كاس الاتحاد الافريقي، فريق متماسك، فريق قوي دفاعيا، نعرف حتى مدربه شخصيا عبد الحق بن شيخه اللي درب في تونس، مدرب يحفز كثير اللاعبين، مدرب تكتيكي، يعني نتصور انه هذه ميزات فريق الاتحاد العاصمه اللي هو تكتيكيا مش يكون واقف كما يلزم، مش يحط برشا مساحات للنادي الاهلي. اعتقد انه النادي الاهلي بالخبرات الموجوده صراحه في الفريق وبالمدرب والتدعيمات الاخيره اللي صحيح انه عدد مش كبير لكن تدعيمات جيده وجيده جدا، اللاعبين اللي جاوا النادي الاهلي في الفتره الاخيره كلهم ذو قيمه ثابته وان شاء الله يعني اضافتهم متاكده. نتصور انه مباراه لقب، ولقب ديما النادي الاهلي يتعود انه اي لقب يدخل يلعب عليه قدره ولا يعني طموحاته انه الا يفوز به، لكن كما قلت يعني مباراه ناكد ان اللاعبين والجهاز الفني مجهزين كما يلزم، مباراه صعبه، مباراه باش تلعب على تفاصيل صغيره، واكيد انه الجانب التكتيكي مهم ومهم جدا. اخيرا انيس لو حابب تقول كلمه لجمهور النادي الاهلي اللي يعني دايما بيفتقدك ودايما يعني بتبقى وحشهم يعني. سلم عليهم طبعا جمهور النادي الاهلي اللي من خلال برنامجك اسلام نتصور انه يعني ما شاء الله نسبه متابعه كبيره، فسلامي كبير لهم هما، ونقول لهم انه سعيد كل مره موجود في قناه النادي الاهلي او حتى في النادي لما تكون عندي طبعا زياره لمصر، فنكون سعيد جدا لاني نحس براحه كبيره. اكيد انه اهم حاجه الواحد يكسبها في حياته يبدا يعني فما يعني علاقه حب بينه وبين جمهور النادي الاهلي، ظهر لي هذه اكبر مكسب لي انا واي لاعب. فنتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي وان شاء الله الجمهور، ان شاء الله جمهور النادي الاهلي يقعد يعمل يعني ان شاء الله يقعد ديما فرحان كما الموسم اللي فات ان شاء الله. شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن انيس بوجلبان، شكرا جزيلا على وجودك وعلى هذه الكلمات الرائعه.